أهلا وسهلا ومرحبا بكم زوار قناة مليح تي في. الآن نحن هنا في الزاوية الحمدوشية عند المقدم عبد الرحيم العمراني، الفنان عبد الرحيم العمراني، لتقديم كتابه الجديد سيدي علي بن حمدوش. غادي نتكلموا عليه ونتكلموا بعض التفاصيل. هذه لحظة فنية، برنامج سي عبد الرحيم العمراني، ولكن غادي ناخذ منه هذا البرنامج ونحن نكونوا في السؤال وهو يكون في الجواب في هذه الحلقة هذه. فأهلا وسهلا ومرحبا بك سي عبد الرحيم العمراني. أهلا سيدي هشام، وأهلا بقناة مليح تي في هنا في مقر الجمعية الفاسية الحمدوشية. أما الزاوية راه موجودة في سيدي علي بن حمدوش، مرحبا، غير مقر الزاوية. يعني حتى الديكور ديالها تيوحي على أنها زاوية. نعم. من الزوايا بالصور اللي كاينة. نعم. بالديكور الشيوخ إلى آخره، وهنا تعلموا بزاف ديال الشباب ولا من حتى من الأجانب. حنا المهم اللي في هذه اللحظة اللي هي فنية مع سيدي هشام، ومن هذا المنبر تنحيي مدير القناة سيدي محمد مليح، وكذلك النائب ديالو نتايا والمعيد ديال بعض عدة برامج في قناة مليح تي في. وهذا شرف لنا وشرف لمدينة فاس هنا في مقر الجمعية الفاسية اللي حضر فيها هذا، يعني من أجمل اللي تنحس بها أنا هي قناتي وقناتكم وقناة المتتبعين الكرام مليح تي في. نعم، بطبيعة الحال احنا أنا فرحان ولنا الشرف أننا نجيو لعندك هنا لمدينة فاس باش نديروا هذه الحلقة الجميلة ونتكلموا على الفن الحمدوشي. نعم، خلينا ندخلوا مباشرة في الكتاب. هذه الطبعة الثانية. نعم. نعم، هذه الطبعة الثانية، وهذه كما تشوفوا في هذه الصورة في هذا الغلاف، وهذا سيدي مصطفى الحمدوشي رحمه الله، متوفي في الثمانينات. رغم كاين واحد الخطأ، يعني هي الصورة ديالو في 1925، ولكن هو ما توفاش 1900، ولكن هذه الصوره في الشباب ديالو، وحتى الضريح هنا في سنه 1925 بجبل الزيتون مكناس. اذن حاولت، يعني عشقت هذه الصوره، ما بغيتش ندير الصوره الحديثه العصر اللي هي القبه الخضراء مصبوغه الى اخره، وعشقت هذه الصوره بالابيض، يعني باللون الابيض والاكحل. واللي جميل وهو في الطبعه الثانيه كاين عده قصائد زدت اضافه. أنا ولا بغيت نسأل، يعني نعم، ما بين المقارنة ما بين الطبعة الأولى والثانية، سميت الفرق ما بين هاد الجوج، لأن تنشوف أن كتاب ضخم 500 صفحة تقريبا. نعم نعم، ثقيل. نعم، هذا الكتاب وهو اللي جميل فيه، وهو كما قلت لك زدنا إضافة بعض القصائد كالقصيدة الصقلية التيجانية، أولياء رجال أولياء مكناس، قصيدة أولياء الصالحين لمكناس، قصيدة الحمدوشية سيدي علي بن حمدوش بول الهمة، قصيدة سيدي احمد الحراق، عدد ديال القصائد، والقصائد اللي نظمهم سيدي عبد القادر بوخريس رحمه الله. وزدنا بعد حتى بعد شنو سميتو كما تنقولوا حنايا، بعد يا ربي فكرني، بعد الاضافات، نو ماشي بعد الاضافات، بعد التصحيحات اللي كانوا في الاخطاء ديال الكتاب الاول، وبعد المعاني. يعني شرح المعاني مثلا كما تيقولوا، مثلا عدد ديال المعاني اللي كتكونوا في القصائد ما تيفهموهمش الناس، يفهموا او تيقولوا مثلا المعطب، نروى من المعطب، ما هي نروى من الله السيرسي، ماشي من منين جاي الماء، من داك مثلا كي تشوف داك الشلال جاي، ولكن عنده واحد المعطب منين جاي، تفسر الاصل ديالو. مثلا كلمه برهوش، برهوش هنا تنعرفوها مثلا عند العاميه، قالها محمد الفاسي في تراجم المعاني، كاين البرموش، كاين البرهوش، كاين الى اخره، وديما داك القافيه ديال بن حمدوش تجيب الشين، وخصوص داك الشاعر باش يكمل. اذا يعني تنفهموا لهم كلمه البرهوش، ماشي كبرهوش هو الدري الصغير. هنا تيقصد الشاعر الملحون هو ابن السلوقيه. يعني عاده البرهوش هو ابن السلوقيه. مثلا الخمار، مثلا عندي خمار هو غرامها، مثلا الخمار هو مثلا هو هي اخت المرام، بنت العرفو النار، النار ما عندهاش الاخت ديالها، ولكن عندها واحد الاخت ديالها تكوي اكثر من النار، هي المراه. وبزاف ديال المعاني شرحنا، ولا جينا هذا الشيء طول وشرح كيف. نعم، انا فهمت على ان الكتاب يعني تيحتاج مجموعه ديال التوضيحات، ولكن بغيت نعرف بالنسبه مثلا احنا نوصلوا لهذه الصفحه مثلا 264 تنشوفوا من نظم الحاج احمد الشرقاوي، اللي ما تيعرفش سيدي احمد الشرقاوي، يعني اللي ما تيفهمش واش الطريقه الحمدوشيه تعتمد على القصائد الملحونيه والضامين الملحون
هو اللي تتعتمد عليه الطريقه الحمدوشيه في الطريقه العيساويه كالطريقه الحمدوشيه. كلشي تينهل من داك الشعراء الملحون، مثلا عبد الرحمن حمدوش عنده عده قصائد في شعر الملحون، مثلا المكي ايوب راه عنده هنا واحد القصيده جميله جدا وهي اليوبيه مسميها على راسو اللي هنا تيوضح يعني كنا احنا في اسبوع العيد، تيقول لك في اسبوع العيد قبلوا الزوار لمقام الوالي جاو بحضرات اولو تاوان عراج والقوال، هنا تيوصل لك التعريجه والقوابل والمجاده في المقام دون حوال زادوا تخمروا. اذا هذا المكي ايوب هو من صاحب القصيده اللهم صل على النبي راكب البراق، مثلا سيد الشاهد الادريسي كذلك هو اللي مدفون في طريق مكس مسمي عليه قنطره او سد سيد الشاهد، حتى هو عنده عده قصائد في الطريقه الحمدوشيه وكان هو من القصيده مشهوره ما برد نرجو. وكذلك عنده في القصائد ديال تحمدوشيت واللي جميل في هذا وهو يعني تتلقى بعض الشعراء تتلقاهم حمدوشيين الطريقه، وكان بعض الشعراء تتلقاهم تيجانيين، وكان بعض الشعراء تتلقاهم عيساويين بحال دابا الحاج دريس بن علي عنده عدد القصائد يعني في الملحون وكذلك عدد القصائد في عيساوة، كذلك بن علي مسفيوي يعني الطرق الصوفية كلها تتنهل من هذه القصائد الشعرية الملحونية الملحونية نعم نعم. ولكن تيبقى واحد المشترك بيننا وبين الطرق الصوفية كاملة وهو الحزب، حد مثلا عند عيساوة حزب هو أصل ديالو اسمه حزب الفرح وعيساوة يقولوا حزب الدايم، وهذاك حزب الدايم كنا مشينا الاصل ديال حزب الفلاح في الخزنه القراويه وشدينا الديوان ديال الامام الجازولي تلقاه كيف كيف، ولكن في الاخر ديالو تلقى في واحد بعد المنظومات عاميه وهما كما تيقولوا سيدي كذا يا اله معنا تحضر يا اله بعد الاولياء، وحنا تنقولوا المعبود الله الله لا شريك لا محب لا اله الا الله وحده لا، وهي هذيك تقريبا هذا المشترك ما بين الطريقه العيسيه والايقاع، ولكن حنا الايقاع عندنا شويه صعب واش اللي كاين وكاين. لا هاد فاش تصفحت الكتاب سمح لي ناخذ منك الكتاب مره اخرى. نعم. لان صراحه انا بغيت نقبط هذا الكتاب هذا لان تيحضن مجموعه ديال الاشعار والتراث ديالنا هذا، فالانسان تيبغي انه يقبطه بيديه. فاش نصفح في الاخر ديال الكتاب تنشوف بعض الصور للشيوخ الطريقه الحمدوشيه اللي هما يعني كانوا مثلا يعني ما قدروش نوصل لهم العربيه نتين يعني هذيك هي النسخه ديال الشخصيات الاولى، ما حنا غير تنقلدوهم ما نعرفوش نوصلوا لهاد الشيوخ، والحقيقه هي هذه واش نوصل الحاج محمد البغدادي بن دحمان البراشدي محمد بوزوبا ماشي دي عيسى هو محمد بوزوبا الملقباتي ديال حماتشه وعدد ديال الشيوخ هنا هادشي اللي كاين. وبالنسبه لهاد الزكيات هادو هاد الصفحات ديال الزكيات احكي لي على هاد الكلام الاخير، لان بطبيعه الحال ما غادي يعرفهم الا اللي كاتب وثائق الزكيه. مثلا هاد الزكيه بخط وكان طبع بالشمع بالخاتم ديال الشمع ملكي، هادو مخطوطات ولكن كانت الزكيه مثلا هذه الزكيه الا تقدر غير توريهم للكاميرا باش يشوفوا على ما تنتكلموا. انا نتكلموا على جوج زكيات، هذه ديالي حديثات العصر اييه، وهذه ديال بايلا دابا هذا الحاج الناقب ديالنا الان هو سيدي جمال مصطفى حاج، هذه المخطوط هذه الكتابه ديالو، وهذه ديال باه كانت ديال با انا دابا النقيب سيدي جمال الشريف الحمدوشي اللي هذه الزكيه من بعد ما هذاك عطاها لي في 2019، هنا تشوفوا ها هي التاريخ 2019 الزكيه ديالو. هذه الزكيات يعني باش نقوم بالزاويه الحمدوشيه في فاس ونمنع حتى داك اللي تيبغيو يقول لك احنا مقدم حماد الشا ولا تيتزاد على الطريقه ولا تيبغي ينصب بالطريقه، يعني عندي حق مثلا باش مثلا يكون يعني عندك الوثائق، عندي الوثائق ديالي هذا الشيء اللي كاين، وهذه هي هذو الوثائق ديال الوالد. انا قلت لك الطوائف المجهوله والطوائف المتجوله واحد العداد ديال يعني شحال كاين من طائفه حمدوشيه هنا في مدينه فاس اللي عندهم تزكيه؟ عندهم تزكيه كاين غير انا بواحد اللي عندي تزكيه، وكانت فاس جديد واحد الفرقه ماتوا كاملين، وكاينه واحد شنو سميتو كانت واحد الفرقه تيقولوها الطوبيين حتى هي كانت عندها تزكيه من السلطان مولاي حفيظ، وهذه الوثيقه للاسف تحياتي للحاج محمد البار ابن الهاش، هذه راه كاينه التصويره ديالو. وعدني وحتى حفيظو وعدوني ولادو في الرباط باش يجيبوا لي داك الزكيه ديال السلطان مولاي حفيظ باش نزيدها في الكتاب، بان باش يقوم وهذه الزكيه للزاويه باش يعني تكون ملك لهم ويمارسوا الطريقه الحمدوشيه
ونتمنى يكون هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله بهذا الاصدار الجديد وينال الاعجاب ديال القراء ان شاء الله اللي في المغرب ان شاء الله ويكون اضافه للطريقه الحمد لله. كاين اضافات اخرى ان شاء الله ماشي غير في الطريقه عداد يخلي داك الشيء كيف تنقولوا كلام هجان. احنا كلام هجان يعني ما تزوجوش خليه هجان باش الا مشى يتزوج راه دار الفراخ وكما الكلام هجان خليه يعني السر. نتمنوا ان السي العمراني يعني في هذه اللحظه مع فنان انها تكون نالت الرضا ديالكم وان على الاقل خدينا معلومات على الطريقه الحمدوشيه اللي بطبيعه الحال الا بغيتي شي معلومه خصك ترجع للمصدر. كناش هو سميتو بعدا كناش الزهر المرشوش في قصائد سيدي علي بالحمدوش وعدد ديال القصائد بالتراجم المعاني ديالهم. نعم. وبعض الصور كاين اللي تيشوف حتى تصويرات الاب ديالو وآخر داك الطبعة ما كانوش بعض الصور اللي قلبت عليهم بحال المعلم سلام البغدادي عاد لقيتها بحال عمي بالسكسو بحال الشريف القنوني عدد ديال واحد الفقراء اللي كنت انا محب تنحبهم. نعم. يعني حتى في الصورة ديالها واخا ما نهضرش مع مولا صغير بحال ولد عمي علان عمي علان هادو كلهم كانوا فقراء يعني حماتشا يعني حنا تنقولوا في الطريقة الحمدوشية فقراء ماشي هو فقير ما عندوش مزلوط. نعم. لا فقراء هي يعني عضو ديال الطريقة. نعم. هذا تسمى عضو. نعم. في الطريقة تنقولوا يعني المديحين والسماع وهادو كلهم تيقولوا الفقراء. حتى حنا في الطريقة العيساوية وفي الطريقة الحمدوشية وفي أهل السماع والمديح تيقولوا الفقراء حنا فقراء. نعم. وهذا الشيء اللي كاين خليني أنا خليني دابا باش ما نضيعوش الوقت أنني مقدمك تحياتي لقناة مليح تي في وإلى اللقاء ولحظة فنية مع سيدي هشام وسيدي عبد الرحيم العمراني حفظكم الله. شكرا شكرا.